السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده هنشتغل مع بعضينا مرجحة بخيط المكرمية وبرزة المكرمية. هي عبارة عن طرتين، طارة 60 وطارة 80 سنتي، وخيط مكرمية قطن بيبقى شكله كده، وبعدين بنلفه وبنعمله كور زي ما انتوا شايفين كده. حطيت بس حتة ايه سلوتيب هنا كده عشان الخيط متحركش معايا. وادي بكرة الخيط، وبعدين هنبتدي ان احنا نشتغل نلف على الطارة بتاعتنا. هنوريكم بس ايه، هوريكم بداية اللفة ازاي، وبعد ما اوريكم بداية اللفة هشتغلها وابقى اوريكم بقية الشغل. هي بتبتدي بقى ان انت تلفي الخيط بتاعك على الطارة بتاعتك كده بالشكل دوت. ماشي، هنلف الطارة دي بالخيط والطارة دي بالخيط، وبعد كده نرجع. ايوه يا جماعة، احنا كده خلاص خلصنا. زي ما انتوا شايفين لفينا مع بعضينا الطرتين وبقت بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده قدامنا. دلوقتي هنبتدي ان احنا نركب مع بعضينا الخيط. نجيب الفتلة بتكون طويلة زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، نبتدي ان احنا نحطها على الطرة. نحطها ازاي؟ زي ما احنا شايفين كده. ماشي، بندخل تبقى قدامنا كده مقسومة نصين بالظبط، ندخل نتنيها كده، نيجي من تحت ونسحب الخيط بتاعنا. غرزة المكرمية المفروض بتكون متكونة من 2 حبل، لما الحبل بتعمل مجوز يبقى 4 فتل بتتكون خيط المكرمية. نبتدي ان احنا نحطها في النص كده، دي هتبقى أول فتلة عندنا ركبناها. هنركب بعديها تاني فتلة، دي تقسيمها نصين زي ما انتم شايفين كده، اتقسمت نصين، وباجي بيبقى الطرف كده من قدام وبدخل من ورا وبطلع كده. انا عملت غرزة كده، انا خلاص ركبت الخيط بتاعي. هبتدي اركب الخيط دوت زي ما انتم شايفين كده، هبتدي اركب نفس شكل الخيط ده كده على الطارة الموجودة قدامي هنا كده، حد هنا كده وهنا. هركبها بردك مع بعضينا ونشوف. دلوقتي هنبتدي نعمل مع بعضينا الغرزة. الغرزة بتعمل ازاي غرزة المكرمية؟ غرزة المكرمية بتتكون من 4 حبال، هما عبارة عن حبلين، كل حبل قسمناه نصين فبقت 4 حبال. بناخدها في ايدينا كده زي ما انتم شايفين، وبناخد الفتلة اللي على ايدينا اليمين، الفتلة على ايدينا اليمين، نحط الاتنين دول في النص، الفتلة على ايدينا اليمين نحطها فوق الاتنين، والفتلة دي بتبقى فوق ديت وبتنزل من تحت الاتنين وبتطلع من هنا، وبنسحب الخيط. دي كده أول حاجة في غرزة المكرمية، بنشدها جامد زي ما احنا شايفين كده. ماشي، احنا المره اللي فاتت كنا حطينا هنا، لا المره دي هنعكس بقى، هناخد اللي على الشمال نحطها فوق الاثنين، واللي على اليمين هنحطها فوق دي، ننزل من تحت الاثنين ونطلع من يمين. دي كده اتعملت لنا اول غرزه مكرميه. ماشي، انا بقى هركب بقيه الحبال عشان اوريكم ازاي هنعمل اللي هو شكل الشبكه. دي كده شكل المكرميه اتعملت معايا في اول حاجه في المرجحه. ماشي، هبتدي ان انا زي ده كده هركبه هنا وهركبه هنا وهركب هنا وهركب هنا، واعمل كلهم. اول حاجه اعملها اللي هي البدايه دي. بعد ما اركب الخيط بتاعتنا ونعمل البدايه، هنقول ناخد هنبتدي بقى ان احنا ناخد من هنا ومن هنا ونشتغل. انا هخلص بردك وهوريكم ان شاء الله دلوقتي انا هعمل ايه. بصوا احنا كده علقنا الخيط، وانا قلت لكم ازاي بنعلق الخيط، وابتدينا نعمل غرزه المكرميه. غرزه المكرميه ديت بتتكون عندي ب4 فتل عشان نبتدي ان احنا نعملها. انا هوريكم دلوقتي ازاي احنا نعملها مع بعضينا. ماشي، وبعدين بناخد شكل المعينين. هناخد الفتله دي، هناخد الفتله دي مع الفتله ديت اللي هما الاثنين دول، واحد اثنين مع الاثنين دول، وهنعمل غرزه مكرميه. احنا قلنا بتكون من 4 فتل، بناخد الجزء اليمين بنعمله ميله كده ونحطه على الاثنين، نشيل دي كده نركنها على جنب ونربعهم، نفرد ايدينا الشمال ونحط عليها الخيط. ناخد الجزء اليمين نحطه على الاثنين، والجزء دوت نحطه فوق دي، فوق اللي احنا خدناها تنيناها، وننزل من تحت الاثنين والفتحه اللي احنا عاملينها دي نطلع. ماشي، دي كده غرزة المكرمية، هنطلع نعملها كده. بصوا كده كده، ماشي، نبتدي ان احنا نعملها كده كده، نشدها ايه زي ما عشان شايفين كده كده شدت معانا. احنا كنا ابتدينا بالجزء اليمين التانيين، لا ندخل بقى بالجزء الشمال. ادي اهم ال4 فتل، دي في ايدي والاتنين دول احطهم كده، ودي هتنيها كده، لازم تكون متنيه لبره، احطها فوق الاتنين، ودي من فوق من فوقيها كده، تنزل من تحت الاثنين وتطلع بالفتحه دي، يا اما يمين يا اما شمال عشان تطلع الخط ايه، تطلع معانا خط مستقيم زي ما احنا شايفين كده. ماشي، كده اتعملت غرزه المكرميه. انا بعمل حرف اكس، فهشتغل الاثنين دول مع بعضيهم عشان تطلع لي تاني، عشان ما اعملش خط مستقيم. هاخد نفس الكلام، هرجع تاني اقول ازاي غرزه المكرميه بتتعمل من 4 خيوط. ماشي، الاثنين دول هيقربهم من بعض. نبتدي بالجزء اليمين نعمل له جزء طالع لبره كده، نتنيه لبره ونحط فوق الاثنين، وناخد التالت اللي هي الرابعه ديت نحطها من فوق وننزلها من تحت الاثنين ونطلع من الفتحه زي ما احنا شايفين اهيت كده. اوكي، بنشدها عشان تطلع معانا مظبوطه.
احنا كنا بادئين باليمين نبتدي بالشمال، ناخد الشمال اهي نتنيها على الاتنين ونحط اللي هي الفتله ديت فوق اللي تنيناها ديت من بره وتنزل من تحت الاتنين، والفتحه اللي من الجنب بتعمل. بس هنبتدي ان احنا نقرر الموضوع ده معانا اول ما هيقابلنا كده، مثلا هنا في غرزه وفي غرزه هنا، يبقى انا هاخد الاتنين دول مع الاتنين دول عشان يعمل له شكل معين. يعني ازاي؟ انا دلوقتي لسه هكمل شغل، انا المفروض ان انا لسه هحط خيط تاني الفتلتين دول مع دول عشان يعملوا غرزه، وبعد كده اخد دي مع الغرزه اللي هتبتدي مع الغرزه الثانيه، وبعدين اشتغل شكل الشبكه. هشتغل الجزء ده كله اللي انت زي ما انتم شايفين كده لحد ما ابتدي انزل على الطره اللي تحت ديت، واهو ما اوصل للطره اللي تحت ديت هقول ازاي نثبتها عشان بعد كده نبتدي في الكرسي، لان انا هشتغل كله مع بعضيه قطعه واحده. هخلصها وارجع لكم تاني. هبتدي نبتدي. مش دلوقتي هنكمل مع بعضينا؟ بس الشكل الشكل عامل ازاي؟ نبتدي ان احنا نعمل ان هو ناخد حرف اكس، ماشي، نشتغل كده زي ما احنا متفقين ان هم 4 غرز وكده. بنرجع من هنا هنا شمال يمين ومين شمال عشان نعمل غرزة المكرمية بتاعتنا. المفروض بقى ان انا هبتدي اخلص وابتدي ان انا هشبك هنا في الحلقة كده، ماشي. هنكمل مع بعضينا غرزة المكرمية 4 حبال، نحط اليمين على 2، نسيب في ايدينا التالتة نتحط من اول فوق الغرزة وتلف على 2 وتنزل هنا وتطلع من الفتحة. كنت عايزة اقول لكم انا كنت قلت ان انا كنت بشتغل من هنا، لا، المفروض ان احنا نقعد على كرسي كده نريح ظهرنا ونشتغل من ورا علشان تاخد الكيرف دوت، تاخد في كيرف هنا كده مدور وفرقوا عليه دلوقتي، بتاخد الكيرف ده لما انت تشتغل كده من ورا عشان نوصل للطرة التانية. بس كده هنبتدي ان احنا نشتغل، ماشي. هوريكم بس حركة كده معايا. هنقفلها غرزة مكرمية 4، هنحط على 2 ونعمل لها فتحة كده، وناخد الواحد دوت من فوق اللي متني تنزل من تحت الاتنين وفي الفتحة ونطلع، ماشي، زي ما انتوا شايفين. وهنرجع تاني ناخد من الشمال، بقى احنا كنا بادئين باليمين، ناخد من الشمال، نبتدي كده من الشمال نحطها على 2 ونسيب فتحة نسيبها كده وتحط على 2، ودي بتتحط فوق هنا على ديت وتنزل من تحت الاتنين وتطلع من الفتحة دي، ماشي. بس المفروض بقى كده ان انا هبتدي ان انا اشبكها هنا كده في الشبكة. ازاي اشبكها في الشبكة دي؟ هوريكم. بصوا يا جماعة، احنا دلوقتي هنعمل الايد النجاحة مع بعض. هي عبارة عن 8 خيوط، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، ماشي. التمانية دول طولهم 10 متر، بنمسكهم وبنعمل غرزة مكرمية زي ما احنا كنا متفقين. ازاي بتعمل غرزة المكرمية؟ بناخد الطرف اليمين نحطه على الخيط، طبعا نحط على كل الخيط دوت عشان احنا بنلمه، عشان ايه؟ مفيش حلقة، لو في حلقة كانت حلت الموضوع. نحطه ونسيب دي كده لوحديها وبنتني دي لبره، وبنمسك الخيط كده تحت ايدينا وناخد دي طرف الخيط ده نحط فوق الخيط دوت وننزل من تحت ونطلع من هنا. هي دي غرزة المكرمية. نبتدي ان احنا نشتغل شوية لحد ما بيظهر لنا الشكل دوت، نعمل شوية كده وبعدين نحاول ان احنا نشد جامد قوي عشان يبقى شكلها حلو وجميلة زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين كده هشتغل شوية عشان دي هتبقى الحلقة بتاعتي، وبعد كده هجيب واوريكم ازاي احنا هنبتدي نلف الخيط من هنا. هخلص واوريكم. بصوا يا جماعة، رجعنا لكم تاني. انا كده خلاص خلصت المرجحة بتاعتي وكده، لفيت على الطارة الاولانية ولفيت على الطارة التانية، وبعد كده اشتغلت مع بعضينا كده غرزة المكرمية زي ما انتوا شايفين. ممكن ابقى اشرح لكم في فيديو لوحدها، بس انا اشرحها في الفيديو ازاي بتشتغل غرزة المكرمية. الفكرة بقى اللي انا عملتها، خدت الخيط من هنا نزلت بيه عملت القاعدة بتاعتي. كنت انا عاملة حساب الخيط من فوق على حساب الخيط من قاعدة عشان اشتغل، ماشي. فاشتغلت القاعدة بتاعتي، وبعد كده ابتديت ان انا اشتغل الايد بتاعتي. الايد هنا اشتغلتها لوحديها كده، عملتها منفصلة. الفكرة دي عاملاها على اساس ان احنا لما نيجي نعلقها هنعلق الاتنين مع بعضيهم كده اتجاه واحد، يعني الايد دي مع الايد ديت، الايد دي مع الايد دي كده تتعلق كده زي ما انتوا شايفين، بتتعلق كده مع بعضيها، تتعلق كده زي ما انتوا شايفين بتعلق كده، اوكي. دي كده الايدين الاتنين مع بعضيهم تعلق كده بالشكل دوت. وبعد كده هنشتغل الايد التانية. الايد التانية اهيت زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما اشتغل الايد التانية اهيت زي ما انتوا شايفين، بعد ما اشتغل الايد التانية هبتدي اشتغل معاكم الجزئية ديت اللي هي الايد دي. انا ببتدي اعلق الخيط اهوت من الهيمة دي
فابتدي اشتغل اتجاه واحد علشان ايه غرزة المكرمية تلف معايا زي ما احنا كنا متفقين. لازم اشتغل على اربع فتل غرزة المكرمية. نشتغل ازاي؟ بنحط الفتلة اليمين تبقى مرفوعة كده لفوق على الاتنين، والرابعة دي بناخدها يعني كده واحد اتنين تلاتة، الرابعة دي بناخدها نحطها فوقيها وننزل من تحت الاتنين ونطلع من الفتحة علشان كده. دي غرزة المكرمية. المفروض ان انا اشتغل مرة يمين ومرة شمال. يعني ايه مرة يمين ومرة شمال؟ مرة اطلع الخيط من الاتجاه دوت والمرة التانية اطلع من الاتجاه التاني. لما بعمل كده دي غرزة المكرمية. انا عايزاها بقى تديني شكل الدوران، فاعمل ايه؟ ادي كده غرزة المكرمية، على كده غرزة المكرمية. لما احب اخليها تبتدي تدور معايا هروح جاية في نفس الاتجاه، نفس الاتجاه دوت بيديني الشكل الايه اللي بيبقى ملفوف، اللي هو اللي بياخد شكل ملفوف معانا، اللي هو بيبقى الشكل دوت بيكون نفس الاتجاه، بيبقى هو ده الشكل الملفوف. لو عملتها مرة يمين ومرة شمال، لو عملتها مرة يمين ومرة شمال هتديني غرزة المكرمية معانا، اللي هي الغرزة اللي هي الغرزة دي، اللي هي غرزة القعدة. بس كده هنبقى خلاص نعتبر خلصنا المرجيحة. احنا بنعمل الاطوال بتاعتنا، ورا بيبقى الطول 110 وقدام بيبقى الطول الخيط بتاعنا 130. ده بالنسبة لكده. اما بالنسبة للمكرمية، عشان انا لما نحب نقص المكرمية بتاعتنا او نشتغل ازاي هقول لكم. انا قست المسافة من هنا لهنا، طلعت معايا المسافة من هنا لهنا 30، ورجعت خدت المسافة من هنا لهنا طلعت معايا المسافة 60. 30 و60 يبقوا 90، هنضربهم في بعضهم اربع مرات عشان شغالين يبقى الخيط عندنا مظبوط. يبقى 90، اول ما نقول مثلا متر، يبقى المفروض ان الفتله الواحده 4 متر. احنا بنعمل الفتله على مجوز يبقى 8 متر. يبقى انا هنقص من هنا لهنا 8 متر. طبعا كده احسن. ليه بقى؟ لان انا في الاخر بلاقي ان الكرسي بيديني شكل كده الكرسي، وما بقاش فيه حبال خالص نازلاني من ورا، بيبقى شكله حلو. اللي يحب يضيف حبال بيجي في الفراغات دي وبيربط الخيط بتاعه بينزله ويعمل شراشيب، واللي يحب يبقى شكلها كده نظيفه كده من ورا وشيك بيعمل الكرسي كله حته واحده داير ما يدور.